بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لرب العالمين. باراجراف عن العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا ذا بروجكت هنبدا على طول، احنا سيبك من المقدمات والكلام ده، ممكن في اغلب الاوقات ما بيبقاش عليه درجات، بس اللي بيلجا للمقدمات اللي هو الطالب اللي ما عندوش معلومه، انت طالما عندك المعلومه وتعرف تكتب من نفسك خلاص مش فارق معاك، اكتب اللي انت عايزه. طبعا بيقول لي ذا بروجكت المشروع اوف انيو ادمنستريتيف كابيتال اذ يعتبر، طبعا هو هنا بيقول لي ذا بروجكت المشروع بتاع الانيو ادمنستريتيف كابيتال بتاع العاصمه الاداريه الجديده إذ اللي هي تدي معنى يعتبر. One of the most important national projects، يعتبر واحدا من المشاريع القومية الأكثر أهمية، يبقى دي هتديني معنى الأكثر أهمية. وناشنال بروجكتس المشاريع القومية، واحد من أهم المشاريع القومية الأكثر أهمية، تمام؟ In the country، في البلد طبعا، تمام؟ دي افتتحت بيها الموضوع وكانت في نفس الوقت شاملة اسم الموضوع وموجودة فيه. The president، وأقدر أقول اسمه مثلا عبد الفتاح السيسي براحتك عشان هو القائم على المشروع. Announced، أعلن about it، أعلن عنه in many conferences، في مؤتمرات عديدة أو في مؤتمرات كثيرة. Indeed، في الحقيقة، أو ممكن تقول in fact، هي بعينها في الحقيقة. It's a wise idea، فكرة حكيمة، وممكن أقول إيه a wise and useful، فكرة مفيدة وحكيمة. To do like these projects، أن تقوم بمثل هذه المشاريع. As it will solve يحل، it will solve the problem of، سوف يحل مشكلة الcrowdedness، الازدحام. Moreover، ده كلمة بربط بيها الجمل، معناها علاوة على ذلك، علاوة على ذلك. It will employ، سوف يوظف a lot of youth، كثيرا من الشباب who don't find work، اللي مش لاقين شغل ايه يعملوه. In this project، في المشروع ده. The new capital، العاصمة الجديدة، واقول اسمه the new administrative capital، نفس الاسم يعني. Includes، يضم او يشمل 25 districts، يشمل 25 منطقة سكنية. And about 1 million، حوالي 1 مليون housing units، وحدات سكنية، يضم حوالي 1 مليون وحدة سكنية. ذا، وهنا رمزتله بالرموز عشان مش هكتب اسمه كل شوية، انتوا بقى لازم تكتبوه عشان احنا نطول عدد الكلمات ونطول الأسطر كمان. ذا نيو ادمنستريتيف كابيتال aims to، يعني يهدف إلى، establish، تأسيس أو ترسيخ، يهدف إلى أن يؤسس أو يرسخ a new economic administrative city، مدينة إدارية اقتصادية جديدة، مدينة إدارية اقتصادية جديدة، يهدف إلى مدينة إدارية اقتصادية جديدة. It contributes، يساهم، إنه يساهم to the provision، provision اللي هي جاية من provide، يعني بإمداد أو بتزويد أو بتوفير، تدي معنى توفير، of millions of opportunities، يعني يساهم في توفير ملايين فرص العمل. لو معرفتش أكتب فرص العمل ممكن أكتب new jobs، في الوظائف الجديدة. I think a lot of foreign investments، أعتقد أن كثيرا من الاستثمارات الأجنبية will come to the capital أو to the new capital، ستأتي إلى العاصمة الجديدة. Which will result in، result in يعني ينتج إلى، الذي ينتج عنه booming economy، ازدهار الاقتصاد. وابدأ بقى أختم الموضوع to sum up، لكي نلخص وابدأ إيه أدي كلام في الموضوع، مفيد، موضوع مهم، موضوع ينبغي أن نهتم به كده يعني، وإيه، وأتكلم عنه بالطريقة دي.